فعلا يا صديقي، الشيء اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه. يعني احنا كنا رايحين لستانفورد بريدج واحنا قاعدين ملايين، اتعادلنا 0-0 قدام ساوث هامبتون، رايحين هناك ما عندناش فيرود، ربنا يستر من افتكاسات، هيلعب بجابريل جيسوس 9 ولا يلعب بيه على الطرف، ولا الدنيا بالنسبه لنا هتبقى عامله ازاي؟ ربنا يستر من نص ملعب تشيلسي وقوه نص ملعب تشيلسي ولوكاكو، ومين اللي هيمسك لوكاكو؟ والحمد لله امريك لابورت رجع، بس رجوع لابورت ده برده ما يطمناش قوي. هو روبن دياز عاملين ثنائيه افضل بكتير جدا من ثنائيه ايكاي ودياز، بس معلش احنا بنلعب تشيلسي، تشيلسي اللي بيلعب بال 3 4 3 كان عنده نقطة قوة وهي ماركوس الونسو، طبعا ماركوس الونسو وطبعا كوفاتيتش وكانتي وجورجينيو. احنا ما بنحركش يا باشا، كوفاتيتش وكانتي وجورجينيو الثلاثة اجمد من بعض، لما تلاقي الثلاثة موجودين جوه الملعب والراجل مقرر ان هو يلعب بال 3 5 2 او بال 5 3 2، عشان يعني بص هي مش 3 5 2 هي 5 3 2. هو الراجل لو دورت على طريقة البداية بتاعة المباراة وبصيت على لعيبة تشيلسي هتلاقي ان لعيبة تشيلسي واقفة جوه الملعب 5 3 2، الاثنين لوكاكو وتيمو فيرنر، وتحتيهم هتلاقي نجولو كانتي وجورجينيو، والناحيه الثانيه هتبص كده هتلاقي كوفاتيتش، وهتبص تحتيهم هتلاقي ناحيه اليمين ريس جيمس وكريستيانسن، ولا اسبي جوتا هو اللي كان تحت ريس جيمس وجنبه كريستيانسن، والناحيه الثانيه كان موجود روديجر وماركوس الونسو 5 3 2 صريحه. الناحيه الثانيه بقى مانشستر سيتي، فالمفاجاه اللي كانت موجوده النهارده هي في الفودن، في الفودن بيلعب ناحيه الشمال في ال 4 3 3، في الفودن بيلعب ومايل شويه على جاك جريليتش، والناحيه الثانيه برناردو سيلفا مايل شويه على جابريل. الشوط الاول اقصى امانيه كمشجع ستاوي ان احنا نسيب الكوره لتشيلسي ونقطع الكوره ونعتمد على السرعات اللي عندنا في فودن او كيفن دي بروين او كمان موجود برناردو او جيسوس او حتى جاك ليتش، ممكن نعمل عليهم مرتدات كويس قوي، بس ان هم يسيبوا لنا الكوره واحنا نبقى مضطرين ان احنا نلعب جيم هجومي واحنا ما عندناش تسعه محترم، فيكون في مشكله كبيره جدا ان احنا نعمل استحواذ وهناخد سكند بول، عشان خاطر احنا داخلين النهارده زي ما قلت لك بنفاجئ تخل بان احنا بنلعب ضغط معاكس، ضغط معاكس لفريق مفترض ان هو منهار بدنيا، دي حاجه ما يتوقعهاش اي مدير فني. بس قوه برناردو، قوه رودري، قوه في الفودن فرقوا جدا الماتش ده بصراحه. يعني الثلاثه عملوا مباراه خياليه، وبالذات برناردو سيلفا، برناردو سيلفا كان بينزل ديفندر تاني جنب رودري، وده اللي كان بيتيح للفريق ان هو يعمل كل اللي هو عايزه وما فيش مشاكل دفاعيه، احنا كده كده رودري موجود وجنبه برناردو سيلفا، الراجل بيلعب باثنين فراوده علشان خاطر يضغطنا، احنا برده بنلعب باثنين مساكين واثنين قدامهم ديفندرات، فالموضوع هيبقى هادي. والمشكله كمان بالنسبه لتشيلسي ان 3 5 2 كان عندهم مشاكل كبيره جدا في ان هم مين هيوصل الكوره لوكاكو، والناحيه الثانيه تيمو فيرنر مين هيقطع الكره بسرعه. كان في مشكله كبيره جدا بالنسبه لتشيلسي ان الخطوط كانت متباعده جدا الشوط الاول، فكنت بتلاقي ان لعيبه مانشستر سيتي سكند بول موجوده دايما، رودري برنالدو فيل فودن سكند بول، كانوا هم مخلصين كل حاجه ومخلصين الصراع ده. قيس على كل ده ان في مشكله حصلت في تشيلسي وهي اصابه ريس جيمس، وريس جيمس لما اتصاب ده معناه ان انت هتفقد عنصر هجومي من التحولات الهجوميه اللي انت باني عليها شغلك، ان انت عندك تحولات الاثنين هافات او الاثنين المفترض ان هم بيلعبوا على الاطراف اللي هو ماركوس الونسو الشمال والناحيه الثانيه ريس جيمس، ومفترض ان انت لوكاكو وتيمو فيرنر انت بتهاجم بالاربعه دول، الاربعه دول هم اللي انت حاطط عليهم التول الهجومي، فلما تلاقي ان في واحد منهم وقع وهو ريس جيمس فهتضطر ان انت تحط مكانه اسبليكويتا، وهتضطر ان انت تنزل تياجو سيلفا، تياجو يبقى مكان اسبي واسبي يلعب قدامه، فالحته دي اتقتلت هجوميا، وده اللي خلى مانشستر سيتي يكون اقوى بكتير جدا في الشوط الاول. الشوط الاول تقعد تبص كده مفيش فرص محققه، ليه؟ سيتي ما عندوش تسعه محترم، يعني تسعه محترم مهاجم محترم يعرف ان هو تلعب له كروسات تجيب اجوان، تلعب له على الارض تلاقي في تحركات، انما احنا قاعدين نتفرج على عك ممنهج هجوميا لحد ما قعدنا نقول يا رب افرجها يا رب يا رب نخلص بقى. يعني تكتيكيا قادرين عليهم، بدنيا قادرين عليهم، بس اللمسه الاخيره مش موجوده عندنا، لحتى بنوصل للشوط الثاني وبنكون قلقين ان تشيلسي هيظهر الشوط الثاني بطريقه اقوى بكتير من ظهر بقى الشوط الاول، ما هو تشيلسي مش هيشيبك شوطين كده تلعب عليه وان سايد جيم، تشيلسي الشوط الثاني بنبدا الشوط بنلاقي ان جابريل جيسوس سجل هدف الاول، هدف اول من مهاره فرديه للاعيب مهاجم بيستلم بظهره وبيعمل اللي هو عايزه وبيشوط بتخبط في جورجينيو وبتروح للمرمى، خلاص الماتش فتح. السيد توماس بعد الهدف الاول من مانشستر سيتي بنلاقي ان السيد توماس توخيل بيقرر يتخلى عن 3 5 2 بيقلبها 3 4 1 2، بينزل كاي هافرتز يبقى تحت تيمو فيرنر ولوكاكو علشان خاطر يعرف يوصلهم للمرحله الثانيه، وهي ان احنا قطعنا الكوره هنباص لكاي، كاي هيلعب بالاسيست لتيمو فيرنر او هيلعب الاسيست لوكاكو او كمان هيخش جوه علشان خاطر يبقى مهاجم ثالث معاهم. وفعلا تشيلسي كان خطر جدا اول ما غير الطريقه بتاعته من 3 5 2 ل 3 4 1 2، لان تشيلسي قادر ان هو يجري مانشستر سيتي هجوميا، تشيلسي خلاص واحد بقى زي اثنين بقى زي ثلاثه، والناحيه الثانيه بدانا نشوف قمه الشلل بقى، يعني
كل الفرص اللي عماله تضيع، الكره بتتلعب عرضيه من جو كانسيلو، مندي بينقذها، بتروح لجيسوس والمرمى فاضي، اصعب بكتير من الكره اللي انت جبتها، بس بيلعبها وبتخبط في رجل تياجو سيلفا. بنقول ربنا يستر، شكلها كده مش متيسره، واحتمال تشيلسي يرجع. وبعد كده بنلاقي ان ربنا يستر كمان الشيء سادر سجل بجد، في كره جت لكاي فيرتز، وكاي فيرتز بصاله وكاكو سجلها، قلنا يا لهوي يا لهوي، ربنا احنا نرجع ندافع بقى بيب ونلم، ما احنا جبنا الهدف الاول نرجع ندافع بقى. بس لا، الشوط الثاني برده عندك في فودن بدا يريح شويه، وبدا ان هو ما يكونش قادر ان هو يكمل اللي كان بيعمله الشوط الاول من الضغط المعاكس والسكند بول اللي كان بياخده، بس برناردو سيلفا مكمل زي ما هو. وبرناردو سيلفا كل سكند بول، كل كره في الشق الدفاعي بتلاقي ان برناردو بينزل وبياخد، علشان خاطر برناردو سيلفا يبقى واحد من افضل لعيبه جوه المباراه بجانب روبن دياز. روبن دياز اللي لما بقى فيه ضغط هجومي من جانب تشيلسي، لان روبن دياز بيثبت لنا قد ايه يا جماعه ما تقلقوش، احنا عندنا مدافع صلب. بس احنا عارفين ان احنا عندنا مدافع صلب، احنا عارفين ان احنا خط دفاعنا كويس بوجود روبن دياز وجود ابريك لابورت جنبه، بس مشكلتنا في الشق الهجومي، مشكلتنا في الفينش الاخير. لحد ما قعدنا نبص كده الفرقه عماله تضيع كور كتير، الفرقه عندها مشكله في ان هي تجيب الهدف الثاني. طب نغير بقى نشوف حد على الدكه يجيب الهدف الثاني. السيد بيب جوارديولا قال لك رياض محرز موجود. طب رياض محرز في السبعينات تمام، مفيش اي مشكله. كيفن دي بروين كان خلاص تعب، وكان خلاص كيفن دي بروين يعني عمل مجهود كبير جدا الشوط الاول. كيفن دي بروين كان من اخطر لعيبه على المرمى بتاع تشيلسي الشوط الاول، بس ما كناش لاقيين فيه فرص متاحه فعلا تقول ان كيفن دي بروين قدر ان هو يسجلها. لحد ما بنقعد نبص كده خلاص يا بيب احنا خلص الماتش بقى، ونحاول نلمها كده ونطلع بالمكسب، عشان خاطر تشيلسي بدا يبقى خطير واحنا عمالين نضيع ونلمها عم بيب. وفعلا بيب بيقرر ان هو يلمها، وبينزل رحيم ستيرلينج، وبيطلع كمان جاك جريليتش، وبيقرر ان هو ينزل فرناندينيو، وعشان خاطر نقفل الدايره بقى. وربنا يستر يا جماعه احنا كده كده عايزين نقفلها بقى خالص. لحد ما جاكر ليتش بيثبت لنا قد ايه ان هو لعيب بائس ومش بعرف يجيب اجوان، وبيلعب الكوره في مندي، وحسبي الله ونعم الوكيل في جاكر ليتش. وبنقعد كلنا على اعصابنا لحد ما الحكم بيخلص الشوط الثاني، اللي هو واحد من احلى واجمل الاشواط اللي في الدوري الانجليزي اتلعبت من فتره طويله جدا. الشوط الثاني كان شوط جميل جدا، وكان شوط ممتع جدا. الشوط الاول كان وان سايد جيم من جانب مانشستر سيتي، انما الشوط الثاني لقينا تشيلسي فيه بعد ما لبس الهدف الاول خلاص ما بقاش ما بيبكيش على اي حاجه. وتشيلسي لما بيقرر يعمل اداء هجومي بيكون فريق قوي جدا، لان ما تنساش ان انا قلت لك قبل كده في القناه دي ان تشيلسي واحد من ابرز المرشحين للدوري الانجليزي، لما يكون المرشح الاول للتتويج بالدوري الانجليزي هو مانشستر سيتي. ولحد هنا يا صديقي لو وصلت معايا الفيديو فانت برنس، مش تخسر اي حاجه لو عملت لي لايك او سبسكرايب. اما لو قلت لي هو ليه زياش ما لعبش، اقول لك بصراحه يعني دي حاجه تزعلها. توماس توخل دخل المباراه غلط، ولما حب ان هو يرجع في النتيجه كان الوقت مش في صالحه، وكان الوقت مش سانده، وال 3 5 2 بتاعتك ضربت في الحيط. فلما رجعت 3 4 3 لقيت ان خلاص مش قادر ان انت تسجل، لان الفرقه اللي قدامك ركبتك نفسيا من مانشستر سيتي. ونفسيا دي يحسب لبيب جوارديولا ان هو اشتغل مع اللعيبه نفسيا بعد ماتش ساوثهامبتون. بس بيب احنا عارفين ان هو مدير فني عالمي ومن افضل المدربين في العالم، فالحاجه دي بالنسبه له حاجه معتاده. ويعني المشكله بالنسبه للافضل عزيزي ان اي حاجه بتعملها كويسه الناس كلها تشوف ان هي عاديه. ليه؟ لان انت الافضل. اللي عجبك الفيديو اعمل لايك، وان ما عجبكش فاعمل سبسكرايب يا اسطى. مش بعد كل ده هتعمل ديسلايك؟ عيب عليك.